بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع الشرائع وفرض العبادات على عباده رحمة بهم وإحسانا إليهم، رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام وأوجبه وجعله أحد أركان الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المستمعون، الحج أشهر معلومات، هذا هو موضوع لقائنا في هذه الأمسية. نسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا للقول السديد والعمل الرشيد، وأن يهدينا سواء السبيل. الحج هو أحد أركان الإسلام، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، أوجبه الله تعالى على من استطاع. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلوات الله وسلامه عليه في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. الحج أشهر معلومات، فما هي هذه الأشهر؟ أشهر الحج هي شهر شوال، وشهر ذو القعدة، وعشر أيام من شهر ذي الحجة. فمن فرض الحج قبل هذه الأشهر فلا ينعقد الحج إلا في الأشهر الحرم. أما من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحرم فإنه يدخل في نسك العمرة، ينوي العمرة فقط، أو يحرم بالعمرة. أما لو أحرم بالحج قبل شهر شوال فإنه لا ينعقد، أي لا تنعقد نيته بالحج. أما إذا عقد نيته عند الميقات بالحج في الأشهر الحرم ابتداء من أول شهر شوال فإنها تنعقد النية، ويلزمه حينئذ الالتزام بأحكام الإحرام حتى يؤدي مناسك الحج. الحج فريضة فرضها الله تعالى على عباده لمن استطاع إليه سبيلا، وهو واجب على المسلم البالغ العاقل القادر، وتزيد المسلمة بالمحرم. يشترط لها لأداء فريضة الحج أن يكون معها محرم، فإن لم يتيسر لها المحرم فإنه لا يجب عليها الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والحج سفر، فلا يجوز للمسلمة أن تحج إلا مع ذي محرم. وإذا حجت بدون المحرم فإن الحج صحيح، ولكنها آثمة بسفرها بدون محرم. فلا يجب الحج، لا نقول لا يجوز، لا يقول فلا يجب الحج عليها إلا إذا توفر المحرم لها. فإذا توفر المحرم فإنها يجب عليها، إذا كانت مستطيعة بدنيا وماليا، أن تبادر
لأداء هذه الفريضة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعجل إلى الحج، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. فإذا أراد المسلم الحج فإن عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة من جميع المعاصي، وذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنوب، الإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها. وإن كان الذنب يتعلق بحق مسلم أو مسلمة فإن عليه أن يرد هذه المظالم إلى أهلها إن كانت عرضا أو مالا، ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لقول ما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وعلى المسلم أن ينتقي لحجه ولعمرته نفقة طيبة، نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وعلى المسلم أن يستغني ويتعفف عما في أيدي الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فالمسلم يتعفف عن المسألة، فإذا كان لا يستطيع الحج إلا بالسؤال فلا يلزمه ذلك، فلا يلزمه ذلك، وإنما يبقى حتى يستطيع الحج بالنفقة الحلال كما أسلفنا. وإذا نوى المسلم الحج وتوجه إلى بيت الله الحرام فإنه لا ينوي الحج إلا إذا وصل إلى الميقات. والمواقيت قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت خمسة، مواقيت مكانية. الأول ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية تلي رابغ، والناس يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم بالسيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق.
وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع للمسلم إذا وصل الميقات الذي هو خاص به أو لم يكن خاصا به، إذا وصل الميقات فإن له أن يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذو الحليفة أن تغتسل وتستثفر وبثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك رضي الله عنهما. فالمسلم إذا وصل إلى الميقات يحرم بالنسك الذي أراد إن كان عمره أو كان حج، لكن الحج لا يحرم به إلا في أشهر الحج. وإذا حضرت المسلمة ووصلت إلى الميقات تريد الحج أو تريد العمرة ولكن قدر الله تعالى عليها الحيض أو النفاس فإنها تحرم، بخلاف ما يلاحظ على بعض النساء غفر الله لنا ولهن ولأوليائهن الذين لا يرشدونهن، أنها إذا حاضت تتعدى الميقات بدون إحرام، ثم إذا طهرت أحرمت عادت إلى الميقات، وهذا فيه مشقة. ومنهم من يخطئ فإذا أطهرت وهي في مكة تخرج إلى أدنى الحل، وهذا خطأ، لأنها قد أتت ناوية العمرة من بلدها، فلا يحل لها أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فالواجب على المسلمة إذا قدر الله عليها حيضا أو نفاس أن تحرم بالنسك الذي أرادته، ولكنها تبقى على إحرامها ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرم الرجل بردائين أبيضين إزار ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد. وأما المرأة المسلمة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهما. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له، لكنها تجتنب البياض، لأن البياض خاص بالرجال كما أسلفنا. يحرم بثوبين أي رداء إزار ورداء يحرم بهما
أبيضين كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. ثم بعد أن يفرغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى. فإذا كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على راحلته من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل أي نوى العمرة، أي إنما نوى النسك أهل بالدخول بالنسك، إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يشرع له التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات من صلاة أو صيام أو نحو ذلك كالطواف والسعي، فإنه لا يتلفظ بالنية إذا أراد أداء شيئا من هذه العبادات، إنما ذلك خاص بنية الحج والعمرة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التلفظ بالنية للصلاة أو الطواف أو غيرهما من العبادات فذلك لا يصح ولا يجوز، بل هو من البدع المحدثة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فلما تبين ذلك علم أنه بدعة، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا دخل في النسك فإنه يجب عليه أن يلتزم بتجنب محظورات الإحرام، يجب عليه أن يلتزم بتجنب محظورات الإحرام. فما هي محظورات الإحرام التي يتجنبها من دخل في النسك من عمرة أو حج؟ لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. المسلم والمسلمة إذا دخل في الإحرام لا يجوز لأي منهما أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. لكن لو سقط هذا الشعر أو حك رأسه وسقط من غير قصد فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. الممنوع أن يقص شعره أو أن يحلقه أو أن ينتفه، سواء من شعر الرأس أو شعر اللحية أو أي شيء من أشعار البدن. كذلك الأظفار لا يجوز له أن يقلمها، لكن لو انكسر ظفره بعد إحرامه فلا حرج عليه أن يقصه لأنه مما يؤذي. وكذلك لا يجوز التطيب بأي أنواع الطيب بما في ذلك ما يفعله بعض الناس جهلا من وضع الزعفران في القهوة بعد الإحرام، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، فلا يجوز له أن يشرب القهوة التي فيها زعفران بعد الإحرام على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. كما لا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته
التي فصل وخيط عليها كالقميص على بعضه كالقميص أو على بعضه كالفانيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السروال حتى يجد الإزار. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع حتى يجد النعلين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فالمسلم الذكر يحرم عليه لبس المخيط وما كان على هيئته. المخيط كل شيء خيط وأحاط بالجسم، كل ما أحاط بالجسم من مخيط بحيث أنه لا يمكنك أن تخلعه إلا بإنزاله أو برفعه من فوق، أي أنه أحاط بجسمك، فهذا مخيط. وهناك أيضا ملحوظة على بعض إخواننا المحرمين يلبسون إزارا مخيطا وهو ما كان له مطاط، ما كان له مطاط، فهذا القول فيه أنه لا يجوز لبسه لأنه في حكم المخيط. وما ينسب عن بعض العلماء أنه أجازه هذه نسبة خاطئة، فلا أعلم أحدا من أهل العلم أجاز لبس مثل هذا المخيط، والله أعلم. ويجوز له عقد الإزار وربطه في خيطه ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإذا سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه كما أسلفنا. ويحرم على المحرمة المسلمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. المسلمة يجوز لها لبس المخيط مما ذكر إلا النقاب والبرقع والقفازين، لكنها إذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها بخمارها بدون برقع أو نقاب، لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا قالت رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود بن ماجه. وأخرج الدار القطني من حديث أم سلمة مثله. وكذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيرها، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، ولقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلمه من كلام أهل العلم رحمهم الله، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عنه صلوات الله وسلامه عليه.
المسلمة لا تلبس البرقع ولا النقاب، ولكنها تسدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك حال حضرة الرجال الأجانب، ولا حرج إن مس وجهها. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، يجوز له أن يبدلها إذا اتسخت أو حصل فيها شيء يستدعي استبدالها. ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فهذا محظور من محظورات الإحرام على المسلم، أنه لا يغطي رأسه ولا وجهه. وأما استظلاله في سقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. في حال الإحرام يحرم على المسلم والمسلمة النكاح من عقد أو خطبة، والله أعلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. فلو نسي وغطى رأسه أو تطيب ناسيا أو نحو ذلك، أو أخذ شيئا من رأسه، من شعر رأسه أو لحيته، أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا، فلا شيء عليه على الصحيح. إنما المحظور أن يأخذ شيئا من هذه، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره وهو متعمد. فإذا تعمد أخذ شيئا من ذلك فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية لهذا المحظور الذي فعله. وما هي الفدية؟ الفدية إن كان المسلم، إذا فعل المسلم أو المسلمة شيئا من المحظورات التي هي تقليم الأظفار أو قص الشعر أو مس الطيب عامدا ذاكرا، فإنه يجب عليه فدية، وهو مخير بين ثلاثة أشياء:
إما أن يذبح نسكا في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، مقدار كل مسكين نصف كيلو. نعم، نصف كيلو، هذه مقدار الإطعام كيلو ونصف لكل مسكين، فيطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح كبشا في مكة ويوزعه على فقراء الحرم في من فعل شيئا من محظورات الإحرام، وهذه المذكورة يخير فيها. والمقام ليس مقام بسط لهذه المحظورات وما يكون فيها من مخالفات لعدم اتساع الوقت، ولكننا الآن نتكلم عن أحكام الحج بإيجاز حسب ما يتسع له أيضا الوقت. فإذا وصل المحرم إلى مكة ووصل إلى المسجد الحرام، سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به إليه، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وقلنا في البداية أنه يقطع التلبية عند الوصول إلى البيت الكعبة، لأنه يشرع للمحرم بعد أن يدخل في الإحرام أن يلبي إلى أن يصل إلى الكعبة قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يطوف بالبيت 7 أشواط، إن كان معتمرا فهي طواف العمرة، وإن كان حاجا متمتعا فهو طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم. ويرمل في جميع الأشواط 3 الأول من الطواف الأول، ويطوف 7 أشواط، ويطبع في لبسه لإحرامه، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبيه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويطوف 7 أشواط، ويدعو بما يفتح الله به عليه، ويقول بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والرمل قلنا في الأشواط 3، وهو الرمل والإسراع في المشي مع مقاربة الخطوات، مع مقاربة الخطى. ثم بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ويحرم على المسلمة الطواف بالزينة أو بالروائح الطيبة، لأن ذلك مما حذر منه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص الكريمة أيضا بتحريمه، قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال لأجل تقبيل الحجر الأسود. ثم بعد طوافه قلنا فإنه يصلي 2 ركعتين ويدعو بما يفتح الله به عليه، ثم يشرب من ماء زمزم، ويكون
ثم بعد ذلك يتجه إلى الصفا فيرقاه ويقف عنده ويقول ويقرأ عند حال رقيه وهو يرقى الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية الكريمة لا تقرأ إلا في أول ما يقبل على الصفا ويرقاها، أما يكررها كل عند كل شوط فهذا لا أصل له. ويطوف بالصفا والمروة 7 أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، وعودته من المروة إلى الصفا شوط. فيرقى عند الصفوة عند الصفا، ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبر ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو رافعا يده بما يتيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، والعلمان معلمان بلون أخضر في الوقت الحاضر. وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة. ثم يرقى الصفا إذا المروة ويقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، إنما هي مستحبة كما تقدم، وإنما هي شرط في الطواف فقط. فإذا كمل السعي حلق رأسه وقصره، هذا إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يحلق ولا يقصر، فإنه لا يحلق ولا يقصر. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته. والتقصير لا بد أن يكون عاما لكامل الرأس، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعطف سبحانه وتعالى التقصير على المقصرين على المحلقين، والمحلقين يكون لعموم الرأس، فكذلك التقصير يكون لعموم الرأس، فيكون بهذا قد تمت عمرته. ويبقى حلالا أي في بدون التزام بمحظورات الإحرام المتمتع والمعتمر حتى يأتي اليوم 8 فيحرم بالحج. أما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا وهو القارن، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي بأن أهدى إلى مكة من النعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة المسلمة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فإنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه،
وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. فإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها كل شيء. وإذا أحرم المسلم الحاج بالحج يوم الثامن، فإنه الذي هو يوم التروية، والمحرم الذين يحرمون هم الذين قد أحلوا من العمرة بعد الطواف والسعي، من أحرم بعمرة أو أحرم متمتعا، فيحرمون في اليوم الثامن بالعمرة، ويفعل يسن له أن يفعل ما يفعله عند الإحرام من الاغتسال والطيب ونحو ذلك، ثم يتوجه إلى منى قبل الزوال، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. والمقصود بأهل مكة الحاج من أهل مكة، فإنه يفعل ما يفعله الحاج ولا يقصر. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إذا تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم، ثم يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ثم يقف بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة فقط وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيء من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيكثر من الذكر والدعاء ويدعو بخشوع وخضوع وإنابة، لأن هذا اليوم يوم عظيم تغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات وتنزل فيه الرحمات بفضل الله سبحانه وتعالى، ويلح في الدعاء ويسأل المولى سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويكرر الدعاء ثلاثا، ويكون المسلم في هذا الموقف مخفتا لربه، متواضعا له سبحانه، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبته نصوحا مع الله سبحانه وتعالى. لأن هذا اليوم يوم عظيم يجود الله فيه على عباده، ويباهي به ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر
ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فيكثر، فالوصية لإخواني الحجاج أن يكثروا من الاستغفار ولا والدعاء، ويجتهدوا في الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم المسلمين ولولاة أمرهم. نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنهم. ولا يجوز الانصراف من عرفة أو الخروج منها قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس ثم قال وقال: خذوا عني مناسككم. ثم بعد غروب الشمس ينصرف إلى مزدلفة، ولو خرج قبل الغروب فإنه يجب عليه أن يعود، فإن لم يفعل وذهب قبل الغروب وجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والدم هو أن يذبح نسكا وفي مكة ويوزعه على فقراء الحرم. ثم يتجه إلى مزدلفة ملبيا بسكينة ووقار، مكثرا فيها من التلبية، يسرع في المتسع إذا وجد مكانا للسرعة في المشي. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر. ثم إذا صلى الفجر قام ودعا بما يفتح الله تعالى عليه، يقف عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، يستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره ودعائه إلى أن يسفر جدا. ويستحب أن رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقف من مزدلفة أجزاه، ولا يجب عليه القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، ويكون قد جمع الحصى قبل انصرافه، وهو سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، ولا يسن غسلها كما يفعله بعض الناس، فهذا لا أصل له. فيلتقط سبع حصيات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأيام الثلاثة فيلتقط حصاها من منى، كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار. فإذا وصل إلى منى قطع التلبية عند جمرة العقبة، ثم رماها من حين وصوله بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك. وإذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى، إنما يشترط وقوعه في المرمى فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. ثم بعد الرمي ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويقول عند ذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه للقبلة. ثم بعد نحره يحلق رأسه أو يقصره كاملا، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. ولا يكفي تقصير بعض الشعر، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق كما أسلفنا. أما المرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة بقدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا الجماع، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول. ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى المكة ليطوف طواف الإفاضة
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه مسلم. ثم اتجه إلى البيت ويطوف به طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، بقوله وهو المراد بقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجها تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما من كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإن ذلك يجزئه بتوفيق الله تعالى عن طوافه بالصفا والمروة بعد طواف الحج. ثم بعد أن يؤدي طواف الحج والسعي إن كان متمتعا يعتبر بهذا قد تحلل التحلل الكامل وحل له كل شيء حرم عليه، ثم يرجع إلى منى فيقيم بها 3 أيام بلياليهن، يرمون بها الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ أولا بالجمرة الأولى، لا يجوز الرمي إلا بعد زوال الشمس لفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات وهي الأقرب إلى منى، يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يده ويكثر من دعاء. إذا رمى 7 حصيات تأخر عن مكانها وتوجه إلى القبلة وجعلها عن يساره واستقبل القبلة ودعا ورفع يديه ودعا وأكثر من الدعاء والتضرع، ثم يتجه إلى الجمرة الثانية ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه، يرميها أيضا ب7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، ثم يتجه إلى الجمرة الثالثة والعقبة ويرميها ب7 حصيات ثم ولا يقف بعد الرمي. يفعل ذلك في يوم 11 يرمي الجمرات 3 ثم 12 ولا يرمي كما قلنا إلا بعد الزوال على اقتداء واهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد التعجل بعد رميه للجمرات في اليوم 12 فإنه يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس. ومن أراد عدم التعجل وبات فإنه يجب عليه أن يرمي الجمرات 3 في اليوم 13. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المتعجل يجب عليه أن بعد رمي الجمرات في اليوم 13 أن يخرج قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يخرج وجب عليه المبيت في منى ليلة 13 والرمي من الغد للجمرات 3. ثم بعد أن يرمي الجمرات 3 في اليوم 13 أو خرج المتعجل فإنه يبقى في مكة ولا يجوز أن يخرج منها إلا بعد أن يؤدي طواف الوداع. لا يجوز أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
أمر الحاج والمعتمر ألا يخرج من أمر الحاج استغفر الله أمر الحاج فقط ألا يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف بالطواف الوداع، إلا أنه رخص للحائض والنفساء، فالحاج لا يجوز له ولا يجوز منه أن يخرج من مكة إلا بعد أن يؤدي طواف الوداع، فإن خرج ولم يفعل وجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الوداع فإن لم يرجع وجب عليه دم وليس الأمر اختياريا بحيث يقول أخرج وأذبح دم وهو نسك يذبحه في مكة، ليس له ذلك، بل الواجب عليه أن يمتثل وأن يؤدي هذا الواجب بأن يطوف طواف الوداع قبل أن يخرج من مكة. أما الحائض والنفساء فإنه إذا خرجت من مكة في حال حيضها ونفاسها حتى لا يتأخر الركب فإنه لا يجب عليها طواف الوداع، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رخص لهن بالخروج دون طواف الوداع من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إن تيسر له بعد الوداع أن يلتزم وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فذلك خير، وإن لم يتيسر فإنه يدعو بما يسر الله تعالى له من الدعاء قبل مغادرته لهذا البيت الحرام ابتغاء مرضات الله تعالى. ثم بعد طوافه ودعائه يخرج من مكة تائبا مستغفرا راجيا ثواب المولى سبحانه وتعالى في أن يغفر له وأن يتقبل حجه وأن يكون قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما بشر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم أن ييسر لنا ولكم أداء نسك الحج وأن يتقبل منا ومنكم وأن يرفع عن الأمة ما نزل من وباء وأن يجزي كل من سعى لتيسير أداء نسك الحج من ولاة أمرنا أو القائمين على هذا النسك العظيم أو القائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأن يجزي أيضا إخواننا من القائم من رجال الأمن ورجال الصحة الجزاء الأوفى على جهودهم في حفظ وسلامة حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله الكريم أن يتقبل من الجميع وأن يهدينا سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.